السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله، كيف حالكم؟ نورت القناة، إن شاء الله مبسوطين. أنا اعذروني الأيام دي ما أقدر أتصور لكم، يعني أنا المكعب وزي كذا، لكن لأني رحت إيطاليا ويعني ما كان عندي وقت، لكن صورت لكم هنا المناظر في إيطاليا في مدينة برينديسي. طبعا رحت أنا على ميلانو، على من ميلانو رحت على برينديسي اللي هي جنوب إيطاليا، ميلانو في الشمال وبرينديسي أقصى الجنوب يعني. فخلونا يلا مع الفيديو، خلونا نشوف. اخيرا الان انا في انتظار الطياره الى جنوب ايطاليا، رايح جنوب ايطاليا. وهذه الطياره ان شاء الله اوصل بالسلامه، اشوفكم على خير. شوف يا أسامة، أنا الحين قاعد أصور لليوتيوب. شوف قاعد أصور لليوتيوب عشان بعدين أحطها في اليوتيوب. كنا قاعدين في تورنتو. كنا قاعدين في تورنتو؟ لا، احنا رايحين برينديسي تورنتو. ايوه، هذا باص تورنتو ده. هذا الباص يوديك على المطار. المطار كنا احنا قاعدين في تورنتو. ايوه، كنا قاعدين في تورنتو. حلوة مدينة برينديسي ما شاء الله. كنا قاعدين في تورنتو دحين جينا في برينديسي. ايوه، حلوة مدينة برينديسي ما شاء الله. تورنتو برينديسي جنب بعض. مدرسة ولا ايش؟ انا لما اكبر ابغى اشتغل شاحنة. هاي الحين منال قاعد تسأل يوتيوبر. انا يوتيوبر. شاحن اللي هي تريلا. والآن شوف وين الأجواء حقتهم، حق الكريسماس. ماشي أنا، ماشي أنا، وما الناس طالعة ومبسوطة برا، وهذا الشارع يعني صراحة ناس كثيرة برا، هذا يوديك على البحر، على الكورنيش حقهم يعني، ومسوين زينات وحركات وناس مبسوطة وعايشة جوا. وأنا في الليل ناس اجتماعية، أنا الإيطاليين ما شاء الله اجتماعيين، ويعني بدأت شوي أتعلم كلمات إيطالية يعني زي بارلو إيطاليانو، نو بارلو إيطاليانو، سكوزا. قاعد أتعلم هنا كلمات إيطالية شوي شوي. والجو يعني درجة حرارة هنا تقريبا 13-14، وناس قاعدة تشتري هدايا لأهلها، دحين استعدادات الكريسماس بعد كم يوم ياخذون إجازة زي العيد الفطر حقنا إحنا. حماس. اليوتيوب تعرف طراطيع حتى هنا اشوفه في ايطاليا طراطيع، مو بس عندنا طراطيع. اليوم عندهم يوم طبعا سبت، ما احنا عندنا يوم الجمعة. ناس برا وفالين على الايطاليين، ما شاء الله الايطاليين شعب اجتماعي اكثر من ال شو اسمه هذا الشعب السويدي. هذه نافورة. جينا هنا في الحارة نشتري بطاطس، بطاطس الحارة، يقول لك يسوي بطاطس رهيب رهيب البطاطس حقه وسط الحارة.